استاذ احمد، مشكلتنا تتلخص في ان انت اولا مرخص من الدوله ومفوض من الدوله التحميل باجر. فجاه كده طلع اوبر وكريم شغال بعربيه ملاكي مخالفه لشروط ترخيص وبينافسك في السوق، وحصل علينا ضجه جامده جدا. سواء التاكسي متحرش، سواء التاكسي بيلعب في العداد، سواء التاكسي بيرفض المشاوير بعكس اللي معاه في العربيه كده. يعني من ضمن هجوم الحاجة. هجوم يعني كاسح زي ما بيقولوا. لصالح مين بقى؟ لصالح تسويق اوبر وكريم. يعني انت جاي عليا عشان تسوق لاوبر وكريم. طيب ما اوبر وكريم دوت، يعني انت 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 غفلت حق سواق التاكس اللي ساعه الثوره كان بيشيل اوراق تمرد، سواق التاكسي اللي بلغ عن حادثه الاقصر، سواق التاكسي اللي من اسبوعين لقى شنطه فيها 47000 جنيه وسلمها لسلطات المطار، سواق التاكسي اللي طلع مع احدى الاعلاميات وبلغ عن جريمه قتل. هو سواق التاكسي دلوقتي بقى وحش فجاه كده؟ سواق التاكسي بقى وحش؟ استحاله. فمش انصاف، مش انصاف الهجوم الضاغط جدا على سواق التاكسي لصالح شركات ثانيه. طب ليه؟ انت انت عايز تنافس، عايز تنافس انزل بعربيه تاكسي، انزل بعربيه تاكسي. انت مفيش وجه منافسه بيني وبينك خالص، انزل بعربيه تاكسي ونافسني في السوق. انتوا حاسين ان انتوا اتظلمتوا؟ طبعا المشروع ده ظلمكم. اتظلمنا كتير. اتظلمنا كتير يا استاذ احمد، مظلومين جامد جدا من الاعلام. مظلومين من من العملاء. يعني الزبون نفسه في الشارع يقول لك اصل انا اوبر بالمريحاني. مريحك في ايه اوبر؟